اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. وصلنا هذه الاجواء المثاليه في كره القدم. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، ساكون معكم من كابينه التعليق. مباراه كبيره نشهدها اليوم في سيمي فاينل ويفا تشامبيونز ليج، حيث سيكون فريق الباير في مواجهه فريق ليون. كل فريق لديه طموح مشروع وحب بان يلعب المباراه النهائيه، لكن ذلك سيتحدد من خلال مباراتي الذهاب والاياب. اليوم في الذهاب يجب بان تجهز نفسك جيدا حتى تكون في موقف يساعدك في لقاء الاياب. الملعب عند فقدان الكرة يتحول تكتيك الفريق سريعا بالضغط والجري في الكرة في كل مكان، حتى لا يمد الخصم اي وقت ولا مساحة للتفكير ولا للتمرير بشكل سليم، وبالتالي يحصل الكرة مرة اخرى. في ظروف ليس لها مثيل نستمتع بهذه المباراة. كرة القدم العشق الاول، الكرة التي أثرت في يوم من الأيام رائد الفضاء أرمسترونغ، والذي أراد وقتها أن يحمل معه كرة قدم إلى الفضاء، لكن طلب قوبل بالرفض من ناسا لأنها رأت بأن كرة القدم لا تناسب الثقافة الأمريكية. لكن شوف العشق، شوف الرغبة، شوف التصرف، شوف التعلق بكرة القدم. روبرت ليفاندوفسكي، تياغو الكانتارا، المباراة تبدأ بالتحام قوي. لسه نقول يا هادي حكم المباراة يحتسب بالخطأ. كلنا يعرف ليفاندوفسكي وبالتأكيد العيون عليه اليوم لكي يصنع الفارق. هو هداف في الدوري حاليا برصيد 25 هدف، وأظهر إمكانيات كبيرة أمام المرمى، وقد يأتي الحل من عنده في مباراة اليوم. بنجامين بافار، غوريتسكا، مشوار كبير حتى الوصول الى هذه المرحله في سيمي فاينل دوري ابطال اوروبا. الان في مباراه الذهاب حسابات كثيره محققه، لا احد يريد ان يفرط في فرصه الوصول الى النهائي، لذلك الحذر ربما يكون مبالغا في بعض الشيء. ضغط في مكان خطير، تياغو الكانتارا، ديفيز، تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر، كرة بتضرب الخط الخلفي، حلوة الكرة البينية، قال أنت وضميرك، أنت وضميرك، تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى، يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة. توماس مولر، غوريتسكا، وتروح الكرة من البايرن، حسام عوار يستعيد الكرة بهذا التدخل، ديفيز، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. تياغو الكانتارا، مولر يتمركز في وسط ال 18، اوهو يبعد كرة خطيرة، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، تدخل بيخلص الكرة، رمية تماس لصالح بايرن ميونخ.
سيرجي جنابري. كرة بينية فيها خطورة الآن، لوبيز يتصدى لكن ما زالت الخطورة. موسى ديمبلي، فرصة لكرة مرتدة، فرصة الآن. بوتينغ بيشتت الكرة بعيدا عن مرماه. تياغو الكانتارا، غوريتسكا يفقد الاستحواذ. ما زال البايرن يسعى لهز الشباك في هذه المباراة. توقع جيد في قطع الكرة. غوريتسكا، توماس مولر، ليون غوريتسكا، ليفاندوفسكي. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. الضغط الجيد يساعد الفريق على استعادة الكرة. لوكاتوزا قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ما في حل، ما في حل. ابعاد الكره فقط بعيدا عن مناطق الخطوره بعد ان شاهدنا ضغط عالي جدا. لوكاتوزا، تراوري يسير بالكره باتجاه المرمى. كره تذهب للخصم. مرت 45 دقيقه في ذهاب نصف النهائي، لا جديد يذكر. ننتظر نتيجه شوط المباراه. نعود مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة بيداء لشوط المباراة الثاني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. والعداء أكيد لم يقل بين الفريقين في استراحة بين الشوطين. رائع في قراءة الفريق الخصم. سيرجي جنابري، ليفاندوفسكي ما زال يتقدم. قياسا باللي قدمه ليفاندوفسكي في الشوط الاول، اعتقد بان ما ظهر بالمستوى المأمول منه في الشوط الاول كان خارج نطاق الخدمه. اعتقد عليه بان يستعيد تركيزه، بان يحاول ان يقدم شيء حقيقي للفريق في الشوط الثاني. ممتاز حقيقه في تنفيذ الضغط. شوف كيف اجبر منافسه على ارسال كره بعيدا بدون اي خطوره. سيرجي جنابري، تغيير من قبل فريق بايرن ميونخ، وكوتينيو يدخل الى ارضيه الملعب. الموهوب الفنان اللي عنده قدره على صناعه الفارق باقل لمسات وباقل فرص. مارسيلو، ارضيه لا تاتي بالخطوره في النهايه. جوشا كيميتش، مولر، فيليبي كوتينيو، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، ليفاندوفسكي، كرة عند تياغو الكانتارا، كوتينيو حاول الحصول على التقدم لكن الكرة مرت بسلام على حارس المرمى. تياغو مينتيز، لوكاتوزا، تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. عرضية سهلة في يد حارس المرمى.
جوميتز. تمركز جيد الآن يقطع من خلال الكرة. تياغو مينتيز هنا في مكان خطير. الكرة تقطع عن طريق تياغو الكانتارا. بنجامين بافا وتروح الكرة من البايرن. جوشا كيميتش. مولر المدافع بيخلص الكرة على الأطراف. بنجامين بابا. مولر. جوشا كيميتش. كوتينيو. شوف استحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. على نهاية هذه المباراة تراوري. لوكاس توسار. قد تكون هذه الفرصة. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. روبرت ليفاندوفسكي. تياغو الكانتارا. بايرن ميونخ يلعب من أجل خطف الانتصار فيما تبقى من دقائق. توماس مولر. وصلت عند تياغو الكانتارا. انتهاء المباراة بنتيجة سلبية. إذن مشاهدينا، بعد التعادل اللي حدث في مباراة اليوم، يتأجل كل شيء إلى مباراة الإياب واللي راح تحسم كل شيء.